عماد الدين حسين هذا المقال وكيف كانت رؤيته. معا على الهاتف النائب عماد الدين حسين. استاذ عماد اهلا بيك. اهلا بيك استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك والاستاذ عدلي. تحياتي لحضرتك وتحياتي المهندس عدلي. منورنا وعايزين نناقشك في خطاب الكراهيه اللي انت اختصيت بيه الاعلام الرياضي في مصر يعني في هذا المؤتمر، وانت محق تماما في انك انت تشير هذا الامر، لانه الحقيقه غير مسبوق، يعني ارتفع الى قمته في الاونه الاخيره او في السنه الاخيره. كيف ترى هذه المشكله وحلها؟ تحياتي ليك يا باشمهندس واستاذ ابراهيم مره ثانيه. والحقيقه طبعا المؤتمر كان على خطاب الكراهيه بوجه عام، والاساس كان خطاب الكراهيه الدينيه اللي هي كانت عملت مشكله كبيره جدا للعالم باكمله، خصوصا بعد احداث 11 سبتمبر. لكن الجديد اللي انا شايفه انه احنا تخطينا دلوقتي، يعني خطاب الكراهيه الديني او السياسي اللي فيه الاستقطاب الشديد جدا اللي كان العالم بيعرفه، احنا دلوقتي بصدد ازمه كبيره جدا. وخطاب الكراهيه الرياضي معظمنا بيمارسه بدون ما يعرف خطورته. ناس كثيرة جدا كانت بتقول لك ده لعب عيال، ده تهريج، ده شوية تعصب رياضي، ده لكن ما حدش واخد باله. في دراسات في العالم بره على علم النفس الرياضي وتأثير التعصب ده على المجالات الأخرى، بمعنى يعني دايما كانوا بيقولوا معظم النار من مستصغر الشرف. مستصغر الشرف ده هو الجماهير المتعصبة في أي أندية. وطبعا للموضوعية، المسألة مش أهلي وزمالك، في العالم كله ده موجود. انت احنا شفنا من سنتين ريفر بليت وبوكا جونيور الارجنتينيين كانوا وصلوا لنهائي كاس امريكا ابطال امريكا اللاتينيه، ما عرفوش يلعبوا الماتش ببلاش، لعبوه في اسبانيا بسبب التعصب. وفي انجلترا الهوليجان واللي بيعملوه بالضبط، واخد ابعاد سياسيه ما بين الاغنياء والفقراء وحاجات زي كده. الحمد لله احنا ما وصلناش لهذه المرحله، لكن ما يمارس يعني احنا وصلنا اكثر منها. لا 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 الحمد لله. لا وصلنا، احنا في لحظه ما وصلنا لاكثر منها. لا ربنا ما يعيد الايام دي. انا ادرك ما تقصده، ولكن انا اتحدث عن الظاهره عموما. الظاهره عموما هي انه في مشكله كبيره في الاعلام الرياضي العربي كله، موجوده في مصر بكثره. كلنا بنشخص المساله، لكن ما حدش فينا عنده الشجاعه انه يعترف ان هو ساهم بده. يعني انا وصلت القناعه ان انا كنت احيانا بشجع، كما تعلمون انا زملكاوي ماشي واحترم الاهلي، كنت بشجع الزمالك بصوره ربما يكون فيها تعصب، ربما يكون فيها كراهيه. بدات ادرك ده واحاول اغيره، ده يبقى اشجع فريقي صح دون ان اساهم في اي ظاهره كراهيه او ظاهره تعصب. لكن في كتائب الكترونيه، في لوبيات في عالم الرياضه العربيه عموما والمصريه خصوصا، بتلعب دور شديد الخطوره. والدور ده محدش واخد بال، او معظم الناس اللي بيعملوا ده مش واخدين بالهم ان ده ممكن ياثر في اقرار البلد، في الامن العام، في التماسك الاجتماعي، يدي فرصه لاعداء ومتربصين انهم ينفذوا وقد حاولوا قبل ذلك بالفعل. فبالتالي مهم جدا ان احنا نقول للناس الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا او بدون وعي او بوعي، انت بتساهم في ظاهره خطيره جدا ممكن لا قدر الله تعمل مشكله كبيره. فخلونا ننبذ الكراهيه دي، مش بس بشعارات، يبقى في نماذج حقيقيه، كل واحد يبتدي ينقد ذاته. الناس اللي عامله كتابه الكترونيه تفكها او تقلل منها او تخليها في الصالح المفيد، مش التشويه والاقصاء والنبذ اللي احنا بنشوفه للاسف الشديد. اتفضل. اتفضل يا باشمهندس. لا يعني انا لا ارى ان الامر ممكن يمشي بالكلام والوعظ، لان الحقيقه الناس يعني ما هو المثل، على فكره احنا بقالنا مده بنقول الكلام ده، لكن برضو المثل اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. عندما يعظ الناس بما لا يلزموا انفسهم به ما حدش هيصدقهم. هو لازم نقدم النموذج من خلال التناول الموضوعي لكل القضايا، وما نحولهاش لمساله اللي تكسبه لعبه. كيف اصل الى قلوب الجماهير من اقصر طريق؟ ان انا التحفيل وشغل المكايده والكلام ده، ده كلام انا اراه خطيرا جدا جدا. والكل واحد عايز يقرب من الناس لازم يبقى هو اللي بيسمعهم الكلام اللي نفسهم يسمعوه اكتر من اي حد. وبعدين البرامج اللي بتحتفي بهذا والمبارزات
وتجارة الكراهية، ان نحط اتنين قدام بعض ازاي، مين يحفل على التاني عشان يوصل لاكبر قاعدة جماهيرية والمتابعة، كل ده يعني يعني إذكاء لروح هناك آلية، هناك آلية يا استاذ عماد المفروض. لا بص يا باشمهندس، في جزء متعلق بالقانون وجزء ثاني ماليش دعوه بالقانون. الجزء القانوني صح، يعني ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، لما حد يتم ضبطه بيمارس هذا الفعل او هذه الافعال ولو عقب عقابا شديدا من قبل اي جهه مختصه، انا اظن يكون عبره بغيره. ده دي نقطه خصوصا في الاعلام. الاعلام الرياضي ظني انفلت عياره الا قليلا بشكل خطير جدا، وللاسف مش الجماهير في النهايه يعني لما هي المتلقي، هي المتلقي في الاخر بالضبط. يعني هي بتتعصب نتيجه انها بترى من تعتقد انه قدوه متعصب. لو احنا قدرنا نفك هذه الحاله ويبقى في ضرب بيد الحديد على مثير الفتن او المتاجرين بهذه الكراهيه او التعصب، لان التعصب طلع تجاره مش بس، لانه في ناس بتكسب منه، فالناس اللي بتكسب منه عايزه تجاره الكراهيه. صحيح، يعني احنا بقى لنا 6 أشهر يعني بندن في مالطا في الحته دي، احنا الناس بتطلع تفاخر مش بحبها لناديها، بكرهها للمنافس. صحيح، هذه كارثه يشارك فيها الجميع، مش فريق واحد ولا اتجاه واحد للاسف الشديد. اي حد بيعملها يبقى يعني لابد ان يلام، صح، ولابد ان يعاقب، وبالتالي في جهد الاعلام ثم الاعلام ثم الاعلام، لانه في حاجات ما بتجيش بالتشريعات، لان انت لما هتيجي تقول للناس محدش يتعصب هيقول لك طب هو مش مدرك، الناس مستوياتها التعليميه ومستويات الوعي مختلفه، وبالتالي بيبقى سهل جدا للاسف الشديد انك تقدر تستقطبهم. بل وهذا هو الاخطر، في ناس يفترض انهم متعلمين تعليم عالي وراقي ومثقفين، بيقعوا في نفس الفخ بتاع الكراهيه وبتاع التعصب. فنتمنى ان احنا نواصل جميعا فتح هؤلاء الناس ونقول للاعور دعوه بعينك، فربما تقل هذه الظاهرة قريبا ان شاء الله. وباكد على الكلام اللي انت قلته يا استاذ عماد، القانون مهم. ثم القانون موضوع طبعا. لا، والجهات الرقابية موجودة تستخدم القانون، تقدم في صحيح. حاجات مش في القانون، في اللياقة العامة. انت ممكن تكتب كلمة بذكاء لان معاك محامي يقول لك لو قلتها بالطريقة دي مش القانون مش هيجي لك، لكن انا كجهة رقابية عليك ارى انك انت بتضع السم في العسل، فلابد من التنبيه. ما ينفعش تماما معاك يا استاذ عماد، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا للاستاذ عماد الدين حسين، مقاله مهمه يجب ان احنا مجلس الشيوخ ورئيس تحرير ندرس كيف